لكن للأسف من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. بهذه العبارات استهل الرئيس التونسي قيس سعيد كلمته في اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية، غير مقبول، اجتماع خصص للنظر في الوضع الأمني داخل البلاد وخاصة الوضع الأمني في الجنوب التونسي. وكعادته فقد كانت عبارات سعيد مبهمة، فهو لم يسمي الجهة التي تسعى لتفجير الوضع من الداخل كما قال، لكنه أكد أن الخطر لا يتهدد تونس من الخارج بقدر ما يتهددها من الداخل، وهو ما زاد من ضبابية الصورة حسب مراقبين. إشارات الرئيس التونسي لم تتوقف عند حدود التحذير، بل ذهب إلى اتهام البعض بمحاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية في جنوب البلاد. تصريحات تجاوزت التحذير من الخطر المهدد للمؤسسة العسكرية إلى خطر يهدد مؤسسات الدولة برمتها، وهو ما زاد في قتامة المشهد المرتبك بطبيعته حسب مراقبين. تفجير الدولة بضرب مؤسساته، كل مؤسساته، وتغييب سلطتها في عدد من المناطق بعد ضربها وتفتيتها. كلام الرئيس التونسي هذا على صلة مباشرة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة رمادة التونسية التابعة لمحافظة تطاوين جنوب شرقي البلاد، على خلفية مقتل شاب بالرصاص على الحدود مع ليبيا، رواية وبرغم نفيها رسميا إلا أنها أشعلت الاحتجاجات وسط المدينة التابعة للمحافظة المنتفضة ضد الجهات الرسمية، على خلفية اتفاق لم تنفذ بنوده منذ سنة 2017.